لم تمر سوى ساعات قليلة على تحرك التيار الوطني الحر في الشارع والذي رفعت فيه الشعارات المسيئة إلى قائد الجيش، حتى جمع لقاء ساده الكثير من الود بين العماد جان قهوجي والعميد شامل روكوز صهر النائب ميشيل عون إلى مائدة غداء في مطعم كرم في وسط بيروت ظهر الخميس. هي ليست المرة الأولى التي يتناول فيها الرجلان الغداء سوياً، فروكوز يزور قهوجي بشكل دوري في منزله، وقد زار اليرز الثلاثاء الماضي أي عشية التظاهرة، ولكنهما أصرا هذه المرة على الالتقاء في مكان عام، خصوصا وأن الخطوة أتت بناء على دعوة من روكوز في إشارة منه إلى أن لا حرج لديه أن يحصل اللقاء علنا. وحسب معلومات الام تي في فإن العماد عون لم يكن على علم بحصول هذا اللقاء الذي يقرأه البعض على أنه قد يكون رسالة تعبر عن عدم موافقة روكوز على تحرك التيار الذي تم فيه استخدام اسمه في حملة ضد قائد الجيش، وعدم رضاه على إهانة رأس المؤسسة العسكرية التي يلتزم بها رميتها. بعيدا عن القراءات، فالأكيد أن قهوجي وروكوز تعمدا اللقاء علنا للتأكيد على أن المؤسسة العسكرية واحدة ومتماسكة، وهي فوق كل المهاترات السياسية ويجب تحييدها عن السياسة.